إذن مشاهدين الكرام، بعد انتهاء شوط أول ابتسم فيه الحظ للفريق الذي يرتدي القمصان الخضراء وهو فريق أكاديمية المرحب الذي استطاع أن ينهي شوط المباراة الأول في هذا النهائي الكبير المرتقب والمنتظر من قبل هذه الجماهير الحاضرة العاشقة والمتيمة بحب كرة القدم في فترة ما بين الشوطين وفي فترة الاستراحة. يسرني ويسعدني أن أستضيف على قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب أستاذ بادي المالكي، أحد أشهر المتابعين والمدققين للتفاصيل في الدورات الرياضية التي تقام على مستوى الحواري في مدينة جدة. رحب بك أستاذي ومسي عليك بالخير. هلا حبيبي، الله يستر عليك ووفقك إن شاء الله ويعطيكم العافية إن شاء الله. يعافيك حبيبي. أستاذي، انطباعاتك عن هذه البطولة بما أنها تقام لأول مرة وهي كذلك مخصصة للأكاديميات، انطباعاتك عن البطولة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أولا هذول أبنائنا، أول شيء يشكر الشلاخ ده جبرتي لاعب كبير وغني عن التعريف، وهذا شيء طيب أنه بيحتضن الأجيال الصغيرة هذه، وإحنا لازم ندعمهم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، أنت عارف أنه كرتنا السعودية لسه بخير والحمد لله، والمسؤولين على الكرة السعودية لسه بخير، وهذول إن شاء الله بإذن الله هم دعام للمنتخب الأول. فدائما دائما الحواري لازم نديها اهتمام، في ناس في الحواري مهضومة وما حد داري عنها، ولكن الآن الحمد لله يعني صار كل شيء مكشوف، المقرو والمري والمدري، فكل الناس شايفة يعني الحمد لله. ونشكركم أنتم كقناة متابعة، ونشكر كل الحاضرين، ونشكر الجمهور الذي حضر وساند. أصلا يا حبيبي الصغار هذولا هم اللي يحتاجوا مننا كل دعم، هذولا هم إن شاء الله نواة البلد، مستقبل البلد بإذن الله. صحيح، سواء نعم هم مستقبل كبير وهم ثورة كذلك للبلاد سواء في المجال الرياضي وغير المجال الرياضي. بس هذه بعد أن أبديت وجهة نظرك حول البطولة، أصحاب العيون الساهرة كما يطلقون عليهم الكشافين لهؤلاء المواهب، كيف يتم إيصالهم للكرة السعودية أو للأندية السعودية والكشافين يغيبون ويتركون العديد من علامات الاستفهام؟ ما هو سبب غياب كشافي المواهب عن هذه البطولة رغم أنها تقام لأول مرة وتحقق نجاحات كبيرة؟ والله يا صراحة أنا معاك في هذه النقطة، السماسرة الآن غطوا على كل شيء. صحيح. زمان كان كل نادي أو إحنا بنسمع وبنشوف، كان الاتحاد عنده سماسرة في الحواري، كان الأهلي عنده سماسرة، الهلال، لا يجوا من الرياض، يا ما نادي من يا ما دواري حواري صارت عندنا هنا، وفي لعيبة راحوا النصر والهلال، معروف الكلام هذا. لكن الأيام هذه أنا أوافقك النقطة دي قلوا، ولكن إن شاء الله إن شاء الله مع الدواري هذه ترجع البلد هذه تستاهل مننا كل خير، البلد هذه ادتنا كل شيء، يعني احنا نرد لهم ولو شيء بسيط، بس فين الاهتمام؟ فين الناس؟ فين الناس اللي حتوصل الصغار هذول؟ انا بقول لك المباراه النهائيه هذه، انا شايف كذا لاعب ما ادري هل هم في انديه ام هم سعوديين ولا ما هم سعوديين، الان الحمد لله احنا وصلتنا فكره انه حيكون في دراسه ان شاء الله باذن الله تتم في اجانب، عيال البلد صاروا هذول ولدين هنا، ما يمنع ان احنا نستفيد منهم. انا اقول لك اللاعب رقم 10 في الفريق الاخضر هذا لاعب كويس ما شاء الله تبارك الله، ما ادري هل هو لاعب نادي هل هو لاعب حار الله اعلم، بس انه لاعب كويس. وانا اشكركم انتم القناه مميزه وشباب ما شاء الله فيكم الخير والبركة، والله يعطيكم ألف عافية. الله يقويك حبيبي. إن كان لاعب نادي نتمنى له التوفيق، وإن لم يكن كذلك فنتمنى أن يلتحق بأحد الأندية. كلمة توجهها للجنة المنظمة بعد أن حققت، بعد أن أبهرت الجميع بهذه البطولة التي تنظم لأول مرة. أول شيء أشكرهم جميعا، وأشكر الأخ جبرتي صراحة لاعب خدم المملكة وخدم نادي الاتحاد، وكلنا يعني ما يعني جبرتي معروف، ما في داعي ان احنا نشهد له من جبرتي، والله يجزاه الف خير انه بيسوي الدورات هذه وبيحتضن الصغار هذولا يحتاجوا مننا كلنا، مو بس جبرتي، كل الناس يعني المفروض يوقفوا معاهم هذولا. انا اقول لك هم مستقبل البلد فعلا، يعني انا لازلت اكرر على النقطة هذه، هذولا مستقبل البلد ويستاهلوا مننا كل دعم، ولو جبرتي وغير جبرتي يعني. لكن صراحة بطولة كويسة، أنا يمكن هذه ثالث مباراة ورابع مباراة أحضرها، صراحة أنا بشوف وجيه لازم يروحوا نوادي، إذا لم يكنوا في نوادي لازم يروحوا نوادي. شكرا والله يعطيكم العافية مرة ثانية ويوفقكم، ألف ألف شكر، يعطيكم العافية حبيبي. يعطيك العافية حبيبي.